السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه النهارده عن ملخص مباراة إنجلترا وإيران في المجموعة الثانية من كأس العالم قطر 2022، المباراة اللي كانت بتقام في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب خليفة الدولي، وكان بيحكمها الحكم الدولي رافائيل كلاوس. بدأت المباراة بتشكيل كل من إنجلترا وإيران. إنجلترا اللي بيدربها المدير الفني ساوثجيت وبيلعب بخطة لعب 4-4-2، وإيران اللي بيدربها المدير الفني السابق لمنتخب مصر كارلوس كيروش وبرضه بيلعبوا بخطة 4-4-2. وبدأت مباراة إنجلترا وإيران في المجموعة الثانية من كأس العالم قطر 2022. في الدقيقة 2 حصل تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبين إنجلترا في وسط الملعب، أما في الدقيقة 3 فلاعب إنجلترا بيرسل عرضية داخل المنطقة ولكن الدفاع بيستخلص الكرة، وفي الدقيقة 4 سقوط لاعب إنجلترا داخل منطقة الجزاء ويطالب بركلة الجزاء ولكن الحكم بيطالب باستمرار اللقاء، وفي الدقيقة 6 عرضية من لاعب إنجلترا ولكن الدفاع بيتصدى للكرة، وفي الدقيقة 7 لاعب إنجلترا يراوغ لاعب إيران ويحصل على خطأ في وسط الملعب، وهاري كين بيرسل عرضية لتمر من أمام الدفاع وبيقابلها هاري ماجواير بتسديدة ولكن بعيدة عن مرمى المنتخب الإيراني وتخرج إلى ضربة مرمى، وده كان في الدقيقة 8. وفي الدقيقة 9 سقوط لحارس مرمى إيران ونزول الجهاز الطبي للعلاج، وفي الدقيقة 11 الجهاز الطبي مازال متواجد داخل أرضية الملعب لعلاج حارس مرمى إيران، وفي الدقيقة 15 حارس مرمى إيران بيقوم بتنفيذ ضربة المرمى بعد علاجه، أما في الدقيقة 17 فسقوط حارس مرمى إيران مرة أخرى على أرضية الملعب من جديد ويطالب المدير الفني بالتغيير، وفي الدقيقة 19 تغيير حارس مرمى إيران ونزول الحارس البديل، أما في الدقيقة 21 فخطأ لصالح منتخب إيران من على حدود منطقة الجزاء ولاعب إيران بيرسل عرضية ولكن طالت على الجميع وتخرج إلى رمية التماس، وده كان في الدقيقة 22. أما الدقيقة 23 فخطأ لصالح إنجلترا في وسط الملعب، وفي الدقيقة 24 تسلل على اللاعب هاري كين، وفي الدقيقة 25 كارت أصفر لصالح لاعب إيران، وسجال على الكرة في وسط الملعب ما بين الفريقين في الدقيقة 26. أما الدقيقة 27 فحتى الآن لا توجد فرص خطيرة على مرمى المنتخبين، وفي الدقيقة 28 تسديدة لإنجلترا وساكا بيراوغ ويسدد كرة يسارية من على حدود منطقة الجزاء ولكن تصل سهلة إلى حارس مرمى منتخب إيران، وساكا بيرسل عرضية يقابلها ماونت بتسديدة ولكن الكرة ارتطمت بالشباك الخارجية للمرمى في الدقيقة 30، وفي الدقيقة 32 العرضة تمنع هدف لإنجلترا بعد كرة عرضية أرسلها بعد تنفيذ الركلة الركنية عشان يحولها هاري ماجواير رأسية خطيرة ولكن تصطدم بالعرضة وتخرج إلى ضربة مرمى، وفي الدقيقة 36 الفرحة الأولى لإنجلترا واللي أحرز الهدف بيلينجهام وأصبحت النتيجة 1-0، والهدف جه عن طريق عرضية متقنة بيحولها بيلينجهام برأسية على يسار الحارس إلى داخل الشباك،
وفي الدقيقة 38 سيطرة واستحواذ بإنجلترا على مجريات اللقاء. أما الدقيقة 40 فلاعب إيران بيحصل فيها على خطأ والهدف الثاني لصالح منتخب إنجلترا، واللي أحرز الهدف النجم ساكا، وأصبحت النتيجة 2-0 في الدقيقة 43. الهدف جه عن طريق كرة عرضية بعد الضربة الركنية بيمررها ماجواير برأسه إلى النجم ساكا اللي سدد كرة صاروخية لا تصد ولا ترد على يسار الحارس. وفي الدقيقة 45 الحكم بيحتسب 14 دقيقة وقت بدل ضايع في الشوط الأول. طبعا الدقايق الكتير اللي ضاعت ضاعت بسبب الحارس اللي كان مصاب على أرض الملعب وفضل فترة طويلة في العلاج، وفي النهاية قرروا إن هو يخرج من المباراة. وفي الدقيقة 46 الفرحة الثالثة لصالح منتخب إنجلترا، واللي أحرز الهدف رحيم ستيرلينج لكي تصبح النتيجة 3-0 في الدقيقة 46. وجه الهدف عن طريق عرضية من هاري كين من الناحية اليمين، بيقابلها ستيرلينج بتسديدة قوية داخل الشباك. وفي الدقيقة 49 ضغط مستمر من إنجلترا ومحاولات لتسجيل الهدف الرابع. أما الدقيقة 52 فتمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي إنجلترا في وسط الملعب. وفي الدقيقة 53 ساكا بيحاول التوغل ولكن الدفاع بيستخلص الكرة. وفي الدقيقة 55 منتخب إيران لم يسدد أي تسديدة على مرمى إنجلترا منذ بداية الشوط الأول، وتسلل على لاعب إيران في الدقيقة 57. وفي الدقيقة 58 خطأ لصالح منتخب إنجلترا في وسط الملعب. أما الدقيقة 59 فالحكم بينهي الشوط الأول بتقدم منتخب إنجلترا على منتخب إيران بثلاث أهداف مقابل لا شيء، واللي أحرز الأهداف بيلينجهام وساكا ورحيم ستيرلينج. وبدأ الشوط الثاني من مباراة إنجلترا وإيران اللي بتقام في المجموعة الثانية من كأس العالم قطر 2022. وبدأ اللقاء بثلاث تغييرات لصالح منتخب إيران. وفي الدقيقة 48 هاري كين بيحصل على خطأ من على حدود منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 49 نزول الجهاز الطبي بعد تدخل عنيف على لاعب إيران. أما الدقيقة 50 فلاعب إنجلترا بيسدد ولكن الكرة بترتطم بالحائط البشري، والكرة منحصرة في وسط الملعب ما بين المنتخبين في الدقيقة 52. أما الدقيقة 53 فلاعب إنجلترا بيتوغل ويرسل عرضية من الجهة اليمين ولكن الدفاع بيتدخل ويخرجها إلى ضربة ركنية. وفي الدقيقة 55 لاعب إنجلترا بيرسل عرضية ولكن بتصل سهلة إلى أحضان حارس مرمى إيران. وفي الدقيقة 56 هاري كين بيمرر الكرة إلى رحيم ستيرلينج ولكن الدفاع بيستخلص الكرة قبل وصولها سهلة إلى منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 58 تفوق كاسح من المنتخب الإنجليزي وتراجع مستمر من منتخب إيران، ولاعب إنجلترا بيسدد كرة قوية من خارج المنطقة ولكن بتصطدم بالدفاع وتخرج إلى رمي التماس في الدقيقة 59. وفي الدقيقة 60 لاعب إيران بيسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن إلى خارج الملعب. وفي الدقيقة 62 الفرحة الرابعة لفريق إنجلترا، واللي أحرز هذه الفرحة النجم الكبير ساقا ليكون هدفه الثاني في البطولة، وأصبحت النتيجة 4-0. والهدف جه إن رحيم ستيرلينج مرر الكرة إلى ساقا اللي استلمها وراوغ الدفاع الإيراني وسددها بباطن القدم على يمين الحارس إلى داخل الشباك. وفي الدقيقة 65 الهدف الأول لصالح منتخب إيران لكي تصبح النتيجة 4-1، والهدف جه عن طريق إن لاعب إيران مرر الكرة بينية
ليقابلها لاعب إيراني الآخر بتسديدة صاروخية إلى داخل الشباك. وفي الدقيقة 67 بدأ ساوث جيت في تغييراته بخروج وفي الدقيقة 67 سقوط هاري ماجواير للإصابة ونزول الجهاز الطبي للعلاج. وفي الدقيقة 69 لاعب إيران بيسدد الكرة ولكن كرته علت العارضة. أما في الدقيقة 70 بدأ ساوث جيت تغييراته فخرج ساكا ودخل مكانه راشفورد، وخرج ماونت ونزل مكانه فودن، وخرج ستيرلينج ونزل مكانه جريليش، وخرج ماجواير ونزل مكانه إريك داير. وفي الدقيقة 71 الهدف الخامس لصالح انجلترا واللي أحرز الهدف راشفورد وأصبحت النتيجة 5-1. تمريرة بينية من هاري كين إلى راشفورد اللي بيراوغ دفاع إيران ويسدد كرة يسارية على يمين الحارس داخل الشباك، والهدف جه بعد ما دخل راشفورد بدقيقة واحدة تقريبا من بداية مشاركته في اللقاء، وده رقم جيد جدا للاعب الكبير راشفورد، وده دليل على تركيزه في المباراة. وفي الدقيقة 74 انجلترا الاكثر خطورة حتى الان، وتسديدة قوية من لاعب ايران ولكن علت العارضة في الدقيقة 76. اما في الدقيقة 77 فخرج هاري كين ودخل مكانه ويلسون. وفي الدقيقة 78 بيكهام بيدعم منتخب انجلترا امام ايران من المدرجات. طبعا احنا عارفين ان بيكهام نجم كبير في انجلترا وقعد فترة طويلة في المنتخب الانجليزي. وفي الدقيقة 79 سقوط لاعب ايران ونزول الجهاز الطبي للعلاج. اما بيلينجهام نحب نقول ان هو اول لاعب في الالفية الحالية يسجل هدف في كأس العالم، وراشفورد بيسدد باليسار ولكن الكرة بتصطدم بالدفاع وتخرج الى ضربة ركنية في الدقيقة 82. اما في الدقيقة 84 فركنية مرت دون خطورة على مرمى منتخب ايران. وفي الدقيقة 86 كرة بينية من راشفورد ولكن الحارس بيخرج ويستخلص الكرة قبل ان تصل الى اللاعب ويلسون. وفي الدقيقة 89 الهدف السادس لصالح المنتخب الانجليزي واللي احرز الهدف جريليش واصبحت النتيجة 6-1، والهدف كيه عن طريق كرة عرضية من ويلسون بيقابلها جريليش بتسديدة في المرمى الخالي الى داخل الشباك، والحكم بيحتسب 10 دقايق وقت بدل ضايع في الشوط الثاني في الدقيقة 90. وفي الدقيقة 94 خطأ لصالح انجلترا في وسط الملعب. وفي الدقيقة 95 لاعب ايران بيرسل عرضية ولكن الدفاع بيتصدى للكرة. وفي الدقيقة 97 جريليش بيحصل على خطأ في وسط الملعب، ولاعب ايران بينفرد بالمرمى ويسدد بباطن القدم ولكن الحارس بيتصدى لها وترتطم بالعارضة الى ضربة ركنية في الدقيقة 98. اما في الدقيقة 100 فالحكم بيحتسب ركلة جزاء لصالح منتخب ايران بعد العودة الى تقنية الفار. وفي الدقيقة 102 الهدف الثاني لصالح منتخب ايران واصبحت النتيجة 6-2. ركلة الجزاء اتنفذت عن طريق لاعب ايران على يمين حارس المرمى بتاع انجلترا الى داخل الشباك. وفي الدقيقة 104 الحكم بينهي الشوط الثاني بفوز انجلترا على ايران بستة اهداف مقابل هدفين. في مباراة 117 دقيقة انجلترا تضرب ايران بسداسية تاريخية بالمونديال، وايران تتألم وساق رجل مباراة انجلترا وايران. في النهاية انجلترا ادت مباراة اكتر من رائعة في تاني مباريات المونديال التاريخي مونديال قطر 2022، وبعدت انذار شديد اللهجة لكل منتخبات البطولة ان منتخب انجلترا جاي وعينه على كاس العالم التاني في هذه البطولة، والدليل على كده الست اهداف اللي سجلوهم منتخب انجلترا. اما منتخب ايران فلعب المباراة بطريقة
مش مناسبة للعب أمام المنتخب الإنجليزي، فلذلك استقبل 6 أهداف في مرماه وتغيير حارس المرمى ليه طبعا كان ليه عامل كبير على خط الدفاع وعلى اللعيبة اللي موجودة جوه الملعب. ووصلت النتيجة في النهاية إن المنتخب الإنجليزي سجل 6 أهداف، ولكن الفخر لمنتخب إيران إن هو قدر يسجل هدفين في مرمى الفريق الإنجليزي. كارلوس كيروش مقدرش إن هو يقرأ المباراة كويس، وحصل اللي حصل وخسرت المباراة بنتيجة كبيرة، ودي أكبر نتيجة خسر بيها المنتخب الإيراني منذ مشاركته في بطولة المونديال من قبل. وبكده هننتقل في الفقرة الثانية اللي فيها صور عن مباراة إنجلترا وإيران. كده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن ملخص مباراة انجلترا وايران في دور المجموعات، المجموعة الثانية من كأس العالم قطر 2022. مع تحياتي لكم جميعا، كريم جمال الدين.